صباح الخير، احنا دابا غاديين لكازا. علاش غادي لكازا؟ باش الاسيستون هولي بيان سور. هادي ماشي اول مره باش كنمشي لهولي. كنت مشيت في احتفلت به في 2013 في الهند فاش كنت تماك، واحتفلت به في 2016 في كازا، ودابا في 2019 مره اخرى غنرجع. ما كنتش غاده، مي عضات عليا السيمانه وباش نرد عليها في وجهها. كنت كنفكر اين فلوغ غادي ندير، طاح لي بزاف الافكار في راسي من جا الهولي. قلت علاش لا ما نبداوش الفلوغ الاولاني بالهولي باش يكون ديما لي فلوغ كالورفول ملونين ويعجبوكم. So wish me good luck ونتلاقاو هنا. احنا وصلنا دابا البلاصه فينا نحتفلوا بالهولي. الدنيا عامره بزاف، موسيقى المهم باقي ما بداوش، مي الحمد لله جينا بكري جو بونس بداو. المهم نعطيكم فكره على الهولي اللي كان بزاف الناس عارفينها. الهولي هو عيد ديال الهندوس خاصه. هذا الهولي هو عيد كيحتفلوا به الديانات، وجينا اليوم باش نحتفلوا نشوفوا الاجواء. هذا عيد الالوان كيحتفلوا به بدخول اجمل الفصول اللي هو فصل الربيع وماي بيست سيزون. فيه الالوان، الجو كيتبدل، كنودعوا فيه فصل الشتاء. سو كنتمنى يعجبكم هذا الفلوغ ويلا احتفلوا معنا. ديالنا كيف ولات دخلنا، المهم ما كيعقلوش عليك كتوقف. هذا هو الهولي، تفرجنا في سبيكتاكل مزيان، كاينين شي حوايج زوينين كاين شي حوايج جاوا زوينين. تيمران شو حاسه كي ولات دايره؟ شكون انا؟ ما عرفتش بيرسونيلمون، ما عرفتش. وهذيك البنت مسكينه حتى هي. او اتس لانش تايم كلينا، ودابا بغيت نسول البنات كيفاش جاهم الهولي؟ كيفاش جاكم الهولي؟ فريمون كنستمتع بلي كولور تو سكو تو فو، زعما لامبيونس بيناتنا لي زامي سي كيكو شوز ديكستراوردينيري. انا عجبني بزاف، استمتعت اول مرة. اول مرة غادي ونسيت كي جاك الهولي. Actually, I didn't expect it to be that much fun. I really enjoyed it and I'll make sure I'll come back to it every year. صحاب راها؟ عجبك الحال؟ بزاف ولا شوية؟ لا بزاف. خليها تاكل، خليها تاكل.
Jana Gana Mangala Dayaka Jaya Hind Bharat Bhaga.